المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائيات الجديدة نقدم لحضراتكم عرض السابع الرئيسي لهذا المساء، والبداية بقراءة هذه البرقية والتي بعث بها رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى رئيس جمهورية ساحل العاج مناسبة العيد الوطني لجمهورية ساحل العاج الذي يصادف السابع من أغسطس 2017. لعظم الشرف أن أبعث إليكم بهذه البرقية باسمي شخصيا وباسم الشعب التاجي وباسم الحكومة لنعبر لكم عن تهانينا الحارة لكم وللشعب العاجي. تقبلوا أخي العزيز والشقيق هذه التحايا الممدودة بأواصر الأخوة والمحبة التي تربط بين بلدينا وشعبينا التشادي والعاجي. إدريس ديبي تنو رئيس جمهورية تشاد رأس الدولة.